صبرا يا عراق الخير، صبرا يا عراق الخير، صبرا السنين البيض جن والسود عبرا عبرناها عبرناها، وصدق صارت سوالف المدن ويا القرى وكل المضايف، شباب البوبجي سووها فعلا، شباب البوبجي سووها فعلا، صبرا صبرا يا اصل كل الحضارات، بعزمنا نعيد لك كل المسرات، على حبنا شهدت ارض وسماوات، لك نهرا وسط القرب يجرا، صبرا يا عراق الخير، صبرا صبرا لك يا ما شعبنا هواي، ضحى نريدك شمس تطلع بصبحه، من اجلك يا حبيب الشعب ضحى، تظل بلابلنا على الاشجار يقرن، صبرا يا عراق الخير، صبرا صبرا يا اهل واسط، صبرا صبرا صبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نساء محافظة واسط طلعنا الى سوح التظاهر تضامنا مع المعتصمين، ولدنا واخوتنا وجيراننا وزملائنا، من يوم الجمعة طلعنا من الساعة 7 صباحا ونرجع العصر، وهاي لمدة 8 ايام احنا على سوح التظاهر تضامنا وياهم. على اليمن احنا طلعنا، ما طلعنا اللي اول مرة سموها ثورة جياع، احنا مو ثورة جياع، احنا ثورة احرار، احنا ثورة ابطال، احنا ثورة ندافع عن العراق، نريد نرجع العراق الى هويته، لان العراق ضاع، ضاع بين الاحزاب، ما نعرف الهوية مالته، نريد الرجعة الى عروبته والى عراقيته، فاحنا ثورتنا ثورة احرار، ونريد نرجع العراق العلم العراق والوطن الغالي. فما عندنا مطالب شخصية، احنا ما عندنا مطالب شخصية، انا موظفة وزوجي موظف، ترى والكل هسه اللي طالعين مو كلهم عاطلين عن العمل، لا كلهم كوادر، مدرسين، مثقفين، اساتذة جامعيين، اطباء، صيادلة، كل شرائح المجتمع ترى طلعت، وهاي ثورتنا لازم نحقق من وراها النصر، وماكو تراجع، ترى احنا باقين ثابتين صامدين، شهر شهرين لين 16 سنة فتكتنا الأحزاب وسرقت أموالنا، وهسه نريد نرجع حقوقنا، حقوقنا المشروع، احنا ما جاي نقدم من أحد، يعني نريد نرجع العراق إلى وطنيته وإلى عروبته، وأيضا هماتين نريد أن نطالب بإسقاط النظام، وأنا أطالب اللي قاعدين بالبيت واللي ما جاي يشاركون بساحة التظاهر، ترى هذه يسجلها التاريخ، أحفادنا هذول، أحفادنا اللي هم راح يقرون تاريخ العراق، شلون ثورة العشرين؟ احنا هسه هم راح يمجدنا، هاي الشهداء اللي راحت شنو ذنبها؟ يعني مثلا كلهم شباب وكلهم خريجين وكلهم أعمارهم صغيرة، اللي هم خريجين واللي يحب يعني بمقتبل العمر يتزوج ويكون أسرة، واللي أنطى دمه ترى ذولا دماءهم برقبتنا، انتم اللي قاعدين بالبيت واللي جاي بس تباعون على شاشات التلفزيون ويجوز تعلقون علينا يقولون ذولا من طالعين ايش راح يسوون؟ لا احنا راح نسوي وراح نثبت وجودنا ولا تراجع وما ننثني وعزيمتنا ما تنثني، والله العظيم لو بعد سنه احنا باقين بساحات الاعتصام، موتتنا هنا لو نحقق النصر لو الشهاده.
عليكم الشاعر أمجد الجبوري من محافظة الديوانية. على لسان حال الشعب العراقي يقول أنا بنص الخير أحوالي والمثل محسب للعيشة، ما ارتجع فري مفخوتة شيلتها، مليار وربع صاغت عرس بتها، تبيع القاع ذانية شنة جنتها من أربيل الراس البيشة والمثل محسب للعيشة. هادي العامري عايل كلش ولدك عيالة ودباغة، الوادم محتار بعيشته وانت احتار بقاسم آغة، قيس الخزعلي خالص ساده وقائد محسوبه للقاده، سد بيبانه بوجه بلاده ويا ايران مشكل فيشه والمثل محسب للعيشه. اللاقه مخضر ما عندي وخبصان بعمار الهندي اللي بس عمامه وبدله جندي، عمار مسيج بوشنقي وقالب عاصمتك تحشيشه والمثل محسب للعيشه. ثمان سنين اللي يحكم عدنا قلنا للريده قائدنا، يوم نغلط انت تردنا، قام القائد باع الموصل وصاح اليونس ما حد يوصل، يونس يونس طالبنا بتفنيشه والمثل محسب للعيشه. القائد يوم الايس منكم اتحزم وتنخب مرجعكم، شفت المرجع من فزعكم، القائد يوم الايس منكم اتحزم وتنخب مرجعكم، شفت المرجع من فزعكم. للحشد اتعنى وكل اخواني وما ظل بالمنزل بساني، بين الميت وبين امتاني اتحزمنا وحاربنا الباطل، هدينا وردينا العايل، ما اعرف يا شاعر قايل يعرفني الحد من يعطينه. صاح السيد خلنا الظهر، صاح السيد خلنا الظهر، والله لا سقطهم باكر، كل واحد محتار الضيمه، شفنا السيد نصب الخيمه، قررنا نطب للمجلس حتى الخاطب شمر المعبس، ردنا نمثل يوم العاشر، ما احس لان السيد طافر، باع الثوره برقص الريشه والمثل محسب للعيشه. ما اقدس كل واحد اني لو يطلع ابن السستاني، بلبة قلبه امامة حيدر بس ما ظنها تكظ الثاني، بلبة قلبه امامة حيدر بس ما ظنها تكظ الثاني، من الشيعة من اهل الغربية وحتى الحكومة الكردستاني، لو قلبهم واحد واحد ما طلع لك منهم خير، ما عفت الشغلة المعيوبة انتخب فلان تحصل صوبة، ما عفت الشغلة المعيوبة انتخب فلان تحصل صوبة، بحرقة بدو نضيع نوقة، حلفوا خير الوطن نبوقة، لو ضميت الوطن بشيشة والمثل محسب للعيشة. وحدة من النساء اللي يطالبون بتوحيد الشعب العراقي، الشعب العراقي يعني من شعب الحضارات تتباهى به الأمم، بكلمة واحدة ما أناشد بس العراقيين، أناشد الأمة العربية، لازم نتكاتف ولازم نتوحد ولازم نكون عند كلمة واحدة. أطلب من أبناء شعبي وأطلب من أخوتي وأطلب من طلابي وأطلب من الكل وأطلب من الحضور الالتزام ونكون كلمة واحدة، ولازم نحرر العراق، لازم نحرر العراق، لأن العراق لزمته أيادي غير نظيفة، أريد النظفة منهم وغصبا ما عليهم، وخلي يسمع صوتي، خلي يسمع صوتي عادل عبد المهدي وغيره، هو وأعوانه اللي سرقوا العراق، خلي يعرف بالعراق بي شباب قادرين على إملاء مكانهم، قادرين على التسوية وقادرين على إزالته من الحكم، ما نريدك، إحنا شعب مثقف ما حد ما يوقف بوجهنا. نصيحة، نصيحة العادل عبد المهدي، طلع استقالتك ترى وراك يسحلوك سحل، عندنا زلام وعندنا شباب، ومو بس زلام وشباب، عندنا نسوان قتها، عندنا نسوان قتها اللي زوجها انفقد واللي زوجها شهيد واللي زوجها مات،
كنا قويات وكنا ندافع عن حقوقنا ونقول لك اطلع من بلدنا، نقول لك انت سارق وانت حرامي. طلعنا اليوم نتشارك ونتضامن وي ولدنا وي اخواننا وي اولاد عمنا وي جوارينا. احنا ليش طالعين؟ طالعين مو من اجل راتب او نريد فد امتياز، احنا نريد وطن. الوطن مالتنا ضاع، من عرفه وين راح؟ تاه بين الاحزاب بين الدول. نريد نرجع وطننا ونريد نرجع كرامتنا وهيبتنا. ترى هاي كلها الجموع مو من اجل اللقمه، ماكو واحد ترى مات بدون عشاء او بدون اكل او بدون لقمه، لا، احنا طالعين نطالب بحقنا وبحق ولدنا. ليش البرلمانيين عندهم امتيازات ومن اول جلسه يقروها؟ ليش الشعب من يطلب واولادنا الخريجين اللي تخرجوا من الجامعات قاعدين بدون فرص عمل؟ احنا مطالب، يعني مطلبنا الاول والوحيد اسقاط النظام، تبديل الدستور. نريد نظام رئاسي جمهوري، ما نريد برلماني، لان احنا ما استفادنا. صار 16 سنه تحكمنا مجرد الاحزاب اللي هي تحكمنا. احنا الشعب هو اللي قرر مصيره، واحنا بعد طالعين وابد ما نتراجع، لو مهما يكون نموت هنا بساحات التظاهر وما نرجع. لازم نحقق الحرية، لازم نرجع وطننا، لازم نرجع كرامتنا.